بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في مصطلح الـ DE55 Data Element 55 with Shape Data، يعني إيه الكونسبت ده؟ الـ DE55 اختصار لـ Data Element 55 هو term often used in the context of Shape-based credit or debit card transactions. هو ترم بيستخدم في سياق الديبت والكريدت كارد ترانزاكشنز، العمليات اللي انت بتعملها بالكريدت كارد بتاعك. It refers to a specific set of data elements that are exchanged between the card chip and the payment terminal during a transaction. يعني هو جزء من العملية اللي بتتم في تبادل معلومات، حلو، ما بين الكارد شيب، الشبايه اللي موجوده جوه الكارد بتاعك، حلو، اللي هي الصغيره دي، اند البيمنت تيرمينال، التيرمينال اللي انت بتعمل عمليه معينه من خلالها. طيب توضيح للكلام ده. When you use a chip enabled card to make a payment، لما بتيجي تعمل عمليه دفع معينه، the chip on your card، الشبايه اللي موجوده جوه الكارد ده، communicates with the payment terminal، بتتواصل مع الترمينال اللي انت بتستخدمه. ال DE55 الداتا element 55 is a specific part، جزء معين او جزء مخصص of this communication، من ايه؟ من عملية التواصل دي. And it contains important information، بيحتوي على معلومات مهمة عن الايه؟ الكارت بتاعك. And the transaction، وعن العملية اللي انت بتعملها. حلو. It helps ensure the transaction is secure، بتضمن لك او بيضمن لك ان العملية بتاعتك آمنة. حلو. And that the right card is being used، والكارت الصحيح فعلا بتاعك valid انك تستخدمه، هو اللي بيستخدم في العملية دي. ملخص مضمون ال DE الداتا element 55 هو piece of data، قطعة من بيانات، that plays a role، بتلعب دور معين in making chip based card payments safe، عمليات اللي انت بتعملها من خلال الشيب بتاعت الكارد، كريدت كارد بتاعك. حلو. بيخلي عملية البيمنت او process، العملية آمنة، safe and accurate، ودقيقة. It's one of many components، هو واحد من مكونات كتيرة involved in the process، جوه العملية دي. وده كان شرح لمفهوم الداتا element 55.